السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة ديالي دائما إلهام تشانل. نتمنى تكونوا بألف خير وكتقضيوا هذا الصيف هذا في أجواء رائعة إن شاء الله. لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن وصفة لتنقية البشرة، تنقية الوجه، كيفاش تهلاي في البشرة ديالك. دونك إن شاء الله غادي نعطيكم وصفة يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، لان هذه الوصفه هذه ما عطيتها لكم حتى يعني جربتها انا شخصيا. هاد لا سيمين كلها جربت بزاف الوصفات باسكو ما كنتش هنا في المدينه ديالي، كنت مسافره، دونك كنت محتاجه بزاف الوصفات وجربت بزاف 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 ديال الوصفات. والوصفه اللي نالت الاعجاب ديالي واللي فادتني وفادت الوجه ديالي هي اللي غادي نقدمها لكم اليوم. غادي نقدم لكم اليوم وصفه كيف ما قلت لكم لتنقيه البشره وايضا لصفاء البشره. وفيديوهات واحد اخرين غنقدم لكم الوصفات اللي كنت كندير في هاد السيمانه هذه اللي فاتت اللي والمو ليا البشره ديالي، خصوصا على البشره ديالي كيف ما كتعرفوا كاملين هي عباره عن بشره جافه. دونك بلا ما نقوي عليكم كثره الهضره، بالنسبه للوصفه غادي تحتاجوا معايا الحمص كما كيقولوا، دونك الحمص المعروف في المغرب، معروف فين ما مشيتو تقريبا، دونك معروف بارتو. غادي تاخذوا الكميه اللي بغيتو ديال الحمص، غادي تجيبوا وقيه وقيتين رابعه، دونك الكميه كيف ما قلت لكم دائما على حسب رغبه اي شخص فينا والكميه اللي غادي يحتاج. غادي تجيبيه وتنقيه مزيان وطحنيه في المولينكس اولا في المهراس، دونك على حسب الرغبه ديالك، وتاخديه وتخلطيه مع الماء مع ضروري ما تخلطيه مع شي حاجه، ما غاديش تجيو ديريه للوجه ديالك هكذاك. انا شخصيا خلطته مع الماء ورد، دونك جبتو دقيتو في الدار لان ما كنبغيش ناخذو مدقوق، كاينين بعض العطاره اللي كيبيعوهم مدقوق، ولكن انا ما كان باش نكون صريحه معكم كنبغي حاجه نجيبها للدار ونتاكد منها 100% انها مزيانه وان ما فيها شي حاجه اخرى. دونك لتفادي هذه المشاكل كنجيبو وكنطحنوا في المولينكس ديالنا اولا في المهراز وكنخلطوا مع الماء ورد المعروف وكنستعملوا كقناع للبشره ديالي. انا دابا وليت فهاد الصيف كنديروا تقريبا دوجور باغ جور، دونك كنديروا جوج المرات، كاين بعض المرات كنغيب غير نهار وكنديروا، بعض المرات كنغيب دوجور وعاد كنديروا، دونك على حساب الوجه ديالي وشنو هو محتاج. دونك كنخلطوا مع الماء ورد. فريمون هاد القناع اولا هاد الماسك اولا هاد الوصفه فريمون رائعه رائعه رائعه، وصدقوني البنات فريمون اللي جربتها غادي تلقى عليها واحد المفعول واحد النتيجه، لان هي ماشي غير كتصفي الوجه اولا كتنقيه، فهي عباره ايضا على الناس اللي كيبغيو ديك النفخه ديال الحناك ديالنا. فإلا بقيتي مداومة على الوصفة، دائما أنا جميع الوصفات كنقولها يعني الدوام الدومي على الوصفة، ماشي ديريها نهار يومين ما عطات نتيجة، لأن أصلا الوصفة ما يمكنش تعطي نتيجة ولا تعطيك المفعول اللي بغيتيه إلا وزعما ما خليتيها تبقى واحد المدة طويلة باش المفعول ديالها يطلق مزيان في البشرة، عاد يمكن تعطيك النتيجة المطلوبة. فهاد ليامات وليت كندير هاد الماسك بشكل خيالي فريمون، كنديرو بشكل كبير لان هاد الماسك اولا هاد الوصفه هادي ماشي غير كتصفي الوجه، بلا اي فوا كديريها مثلا باغا تخرجي يعني ما محتاجه ممكن ديريها وما تستعمليش كاع الميك اب، فهي كتصفي لك الوجه من 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 شي حبيبات اللي كانوا عندك اولا اي حاجه في الوجه ديالك، وكنخرج فريمون كيولي وجهي ابيض 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 او ميم طون، كتحسي بديك اللمعه والصفاء ديال الوجه. نتمنى يا رب يا رب تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها. بوغ البنات اللي كيصيفطوني ميساجات في باج في فيسبوك ديالي على وصفات، ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم الوصفات ديما، دونك سمحوا لي غبرت عليكم واحد 4 جوغ جو بونس باسكو كيف ما قلت لكم كنت مسافره. اي فوالا بديت كنجرب بزاف ديال الوصفات اللي ممكن يفيدوني في هاد الصيف هذا، لان كيف ما كنعرفوا الحراره وبنادم خصو يكثر من الوصفات الطبيعيه، ماشي شي وصفات واحد اخرين، دونك وصفات طبيعيه 100% اللي كنكونوا حنا مصاوبينهم في المنزل ديالنا وعارفين الكميه اولا عارفين شنو حطينا في داك البرودوي باش غادي نستعملوه الوجه ديالنا، ماشي شي واحد جا وقالوا لينا هكذاك. دونك كيف ما قلت لكم غادي تحتاجوا الحمص والماء ورد. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني واش نخليوه ساعه ساعتين ثلاثه السوايع، دونك انا كنخليه ساعتين
كنرتاح كندير مخده وكنتكى باش هذاك المفعول يطلق ليا، ماشي غادي ندير الوصفه وغادي نبدا نضحك ولا نتفرج في التيلي ولا ناخذ بورتابل ولا نشطب ولا دونك لا، فكيحتاج الوصفه غتصبري ساعتين. دونك غادي اول حاجه ديري الاشغال المنزليه اللي مورفه اللي مورفين حنا الفتيات او السيدات كنا كنديروهم، اي ابري سا ترتاحي تاخدي الماسك ديالك وتخلطيه مع المورد وترتاحي وديريه وتكاي مع راسك باش المنتوج او المفعول يطلق مزيان، ماشي نخربقوا داكشي وما يجيش هو هذاك. خصوصا واكد ان هذه الوصفه هذه كتحتاج ملي تكوني ديره البشره ديالك ما تضحكيش، لان ملي غديروها غادي تعرفوا لانها كتحتاج الوجه ديالك ما ديري فيه حتى حركه، ما تضحكي ما تمات ما حتى حاجه، باش المفعول ديال هذا الماسك اولا ديال هذه الوصفه هذه يكون فعال. وجربوها ارضوا عليا وما تنساوش تكتبوا لي في خانه التعليقات الا كنتم مجربين هذه الوصفه هذه ديال الحمص والماء ورد، كتبوا لي في خانه التعليقات كيف جاتكم، ولا كنتو اول مره غادي تستعملوها ما تنساوش اوسي تكتبوا لي في خانه التعليقات اولا تصيفطوا لي دي ميساج في باج فيسبوك في انستغرام ديالي اي تويتر اوسي، جميع المعلومات تلقاهم في لا بارد انفو. دونك فوالا نتمنى يا رب يا رب تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نبدا كل مره ندير لكم وصفه. اي اوسي ما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لتأم اولا لتعم الفائده للجميع، وما تنساوش تلايكيو كيف ما قلت لكم وتبارطاجيو وتشتركوا في القناه. اهم حاجه هي تشتركوا في القناه، كاين واحد الزر او واحد الكبسه تحت من القناه مكتوب عليها اشتراك او سبسكرايبر، دونك كبسوا عليها كوم سا توصلوا الجديد ديالي ان شاء الله. وبقى لي غنودعكم نقول لكم نشوفكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله، جو بيزو، السلام عليكم.